هي موجودة حتى أحيانا، حتى أحيانا اللاعب والمنافسة تكون كبيرة. في هذه الأثناء يصل الوفد الرئاسي الذي كان قد جاب شوايع رئيس وهران بمكان بالملعب الأولمبي بالمركب الأولمبي بلودهدفي. إذن يصل في هذه الأثناء الموكب الرئاسي المقل لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر إلى ملعب الافتتاح ميلود هدفي بالمركب الرياضي. إذن ميلود هدفي هذه طبعا هذه الجوهرة الرياضية بامتياز. تابعونا هذا البث في هذه الأثناء. إذن يصل الموكب الرئاسي، صور حية ومباشرة لوصول الموكب الرئاسي لملعب الافتتاح المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران. هي صور مباشرة وحية. يصل الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف شرف ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف هذه الطبعة في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. صور مباشرة وحية تتابعونها في هذه الأثناء. الجزائر التي نظمت هذه الألعاب عام 1975 لن تعجز اليوم عن تنظيم طبعة ناجحة وتظاهرة تليق بمقام الجزائر البلد القارة. إليك جمال. ليست لا قادرة، الجزائر قادرة، التاريخ يشهد على ذلك. وطبعا ها هي الصورة واضحة، الرئيسان السيد الرئيس مع ضيفي الشرف أمير دولة قطر ينتقلان إلى الملعب في بهو الدخول إلى الملعب الجوهرة ميلود هدفي، طبعا لإعطاء إشارة انطلاق الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها 19 التي تحتضنها الباهية وهران، تحمل في أعماقها الكثير. علما نذكر الجمهور بأننا سنتابع هذا الحفل مباشرة على قنوات تلفزيون الجزائري. نعم وهو كذلك.